مش هذا. هذه فكرتي أنا عن الأكل. وتريديني أكل الزاد على طريقة الحضر وأهل المدن؟ ما وقلتي إنش تعلمتي شلون تسوين عيشنا؟ أنا سويت لك لتحب، لكن تاكل على طريقتي. إيه، انت سويتي هذا؟ أمك علمتني تشوفي صيد. شقد زين الواحد ياكل الزاد من يد حرمتك. لا 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 لا، شبيتش مزيونة، ما تريدين ناكل الزاد؟ ناكل ناكل، ما ينتظر شوي؟ ما يتفضل ضيف الشيخ أم اللبن ويقبل زادها؟ من وين جبتي الخواشيق؟ سويتها بيدي، ما تعجبك؟ وتريديني أكل الزاد بيها؟ إذا تريد أحبك تجربها، هذا ما هو صعب. وهذا ما ينفع للحرب يا مجول. الله عليك. ما ينفع لك للزاد بعد مجول. شفي هسخة وطيب، وما أبدل عوايدي بعوايد الإنجليز لو تسيحين للصبح. إن هذا يبدو شهياً. أرجو أن يعجبك هذا الطعام الفرنسي. أعتقد أن هذا هو سر الخلاف بيننا دائماً. ببساطة إننا نغار من رائحة الطعام في مطبخكم، وربما كان هذا سبب الحروب الأولى بيننا. مهما كانت أسباب الخلافات الأولى، أعتقد بأننا يجب أن نجلس حول مائدة واحدة ونتفاهم حول اقتسام كل شيء. ولكن الوليمة تضم أطرافاً أخرى في رأينا. هل سنتحدث عن التحالفات قبل المفاوضات يا سيدي؟ كنت أعتقد أنها دعوة غداء ودية، لكن يبدو أن لديك شيئاً هاماً للحوار حوله. كل آذان صاغية يا سعادة القنصل. عبد القادر الجزائري. عبد القادر الجزائري؟ لا أظن أنك تجهل خصمنا العنيد ومقارعنا في الجزائر طوال 19 عاما. الأسير المدلل، الرجل المفضل بين الشخصيات العربية لدى العديد من وزرائكم وجنرالاتكم. هناك الكثير ممن يكنون الاحترام والتقدير لهذا الأمير العربي رفيع النسب الذي قاتلنا بشرف وسلم نفسه ضمن وثيقة شهد عليها كبار رجالات فرنسا. أعلم أن الشيخ عبد القادر الجزائري يحظى بتأييد وإعجاب جماهيري واسع جدا الآن في فرنسا. لا أخفيك أن الإمبراطور نابليون الثالث مهتم الآن بأمره، ولا ينسى أبدا معاملته الطيبة لعشرات الضباط الفرنسيين الذين كانوا أسرى لديه بعد معارك مكتا وتلمسان، فكفل سلامتهم وأطلق سراحهم. هؤلاء كان لهم الدور الكبير في تحريره من الأسر والسماح له بمغادرة فرنسا والإقامة في بروسا ضمن أراضي السلطنة العثمانية. لقد سمعت مرة أنهم حموه بسيوفهم من بقية الجنود في إحدى المعارك عندما نزل عن جواده لينتشل جثمان بن أخيه القتيل. إن القصص حول هذا الأمير الجزائري تبلغ حد الأسطورة، وهو لا يترك جهدا في رسائله المتبادلة مع أهم رجال أوروبا أن يكون حاضراً دائماً في قلب الحدث من مقره البعيد. تقصد من منفاه؟ هناك الآن شبه موافقة من الإمبراطور نفسه بناءً على رسائل الأمير عبد القادر العديدة لكي يصبح هذا المنفى اختيارياً، بشرط ألا تتضمن خيارات الأمير العودة إلى الجزائر بالطبع. وأي البلاد اختارها الشيخ عبد القادر وهناك شبه موافقة على الانتقال إليها؟
إذا ذهبت الأشرعة بالاتجاهات الطيبة أعتقد أنه سيسمح للأمير عبد القادر بالإقامة هنا في دمشق. آه طبعاً، لماذا غاب عن بالي هذا؟ إننا ندخل صلب المفاوضات قبل أن تنتهي حربنا المشتركة ضد الروس. اجعلني أفهم، هل سيسعى جلالة الإمبراطور لدى السلطنة لتعيين عبد القادر الجزائري واليا على دمشق؟ في اللحظة الراهنة ليس هناك إلا رغبته في الحلول هنا في هذه الأرض الشريفة بالنسبة له، ومجاورة مقام الشيخ محي الدين بن عربي. أما إذا كان ولا بد من المنصب فلن يكون واليا بل أميرا. أريد أوصل لشق الشيخ مجويل. الشيخ مجويل أخوه؟ أي بالله، ذاك هو الشق اللي يسكن بيه، وذيك هي حرمته اللي قاعدة تحارب العنز. Good morning, Lady Jane Digby. هنا هي؟ لا أصدق، ماذا تفعل هنا؟ كيف أنت؟ تفضل، تفضل. اشرب هذا الحليب، تصور لقد حلبته بهاتين اليدين. شكرا سيدتي. يبدو أن الحياة في هكذا مكان متعبة بالنسبة لسيدة النبيلة. أبدا، بل على العكس، الحياة هنا تشبه الحلم. إذن أنت سعيدة هنا؟ جدا يا حنين. أخبرني عن يوجين، هل هي مرتاحة في بيت القنصل؟ وزوجتك ما أخبارها؟ هل تذهب لزيارة شريفة ميمونة؟ الكل بخير والكل قلق عليك سيدتي. رسالة من القنصل؟ لا، بل من إنجلترا. إنجلترا، أخيرا وصلتني رسالة من إنجلترا. آه، من أخي كان. أختي العزيزة جين، يؤسفني أن تصلك رسالتي هذه بعد سنوات من البعاد، لأخبرك فيها أن اللورد ديجبي العجوز قد مات. وقد وجدتها مناسبة لا تعوض من أجل أن تأتي إلى إنجلترا للقيام بواجب العزاء، ومن أجل أن تلتقي العائلة، فربما تكون هناك فرصة لتعود العلاقة بينك وبينهم كما كانت عليه في السابق. اشتقت لك كثيرا، أحبك كثيرا، أخوك المخلص كلا. حبيبي أخي، أنا أيضا اشتقت لك سيدتي. أنا آسف، لم أكن أتمنى أن تعلمي هذا الخبر عن طريقي أنا. لا عليك يا حنين، أنت صديق والأصدقاء دائما يظهرون في الأوقات الصعبة كما في الأوقات الطيبة. القنصل يبلغك تعازيه، كما أنه مستعد لتقديم كافة التسهيلات من أجل سفرك إلى إنجلترا. Thank you.
مرة وقت طويل لتركي إنجلترا، وأنا الحين ما أدري تشايف هي وتشايف أمي وإخوتي. مكتوب أخوي كان ذكرني بطفولتي، ذكرني بالبيت الريفي والسلم الخشب الأحمر ولعبة الطمامة. هاك اللعبة ما دامت وقت طويل. الحين زوجني بوي بسرعة بسرعة لحد أني ما قدرت ودع طفولتي. أظن أنك رحني لأهلك وربعك. مش ويل، لازم أروح عليهم. تردين ديرة أهلك؟ تروحين بلاد الإنجليز؟ ما تروح معي؟ هاني، أنت تطلبين مني المستحيل. ما تريدني أسافر؟ ما أقدر أمنعك. بذات الوقت ما أقدر على فراقك. خلاص يا حبيبي، أنا رح ينسى كل القصة. لا، أدري إنك ملهوفة عليهم. زين، روحي لهم ورجعي لي سالمة وزينة. وعديني إنك ترجعين لي. وأنت كمان أوعدني أنك رح تنتظرني، ما يروح قلبك لحرمة ثانية غيري. حق البر وخالق البر، لا توق ولا بوق. أرجع لك قريب، ما رح أقدر أتأخر عليك. أرجعي في آخر الربيع. حنا لسه في أول الشتاء، شايف الطيق اللي بقى هناك لآخر الربيع. هي أنت تدري إني مجول ما يتيك تبعدي عنه لحظة واحدة، لكن أخاف إن رجعتي قبلها ما تندلين المضارب. أنت تدرين لزوم الحين أنا والعشيرة نرحل يم المراعي الزينة لأجل النعاج والنوق اللي معشرة تلدوا وليداتها بمكان ينبت بيها الربيع قبل أوانة، لأجل تملى ضلوعها باللبن يوم حر الصيف يحرق عشب الربيع نعاود يم الديرة. وانا شو سوي بحر الفراق اللي رح يحرق ضلوعي؟ هذا الحريق هو اللي خليني متوكد انش لو دراجة على المجول. سعادة القنصل، الى اللقاء. أرجو أن تبلغي حرة عزي إلى جميع آل ديكبي وتهنيي إلى شقيقك اللورد إدوارد من أجل لقبه الجديد. شكرا لك سعادة القنصل، سأفعل ذلك. حنين، بلغ تحياتي لزوجتك. أرجو أن تصلي بالسلامة يا سيدتي. سأعود قريبا. انتظرك بشوق. آخر الربيع، آخر الربيع. شكرا على مساعدتك سعادة. هذا أقل ما يمكن أن نفعله من أجل سيدة بريطانية. أتمنى لها أن تعود سالمة. أرجو أن لا تعود أبدا. يا مو على مهلك رح تفلق الحجر. شلون لك يا مو بدقوا لحمة الكبة؟ بعرف يا مو بعرف، بس أنا خايفة عليك. طمني يا مو طمني، أنا صرت بعيون الكل حريمة، لك حتى بعين حالي. لك هذا أنت لك شكرية، وأنا فكرت عم يهدوا له شي حيط بالمطبخ يبعت لك حمى على هالإيد مثل المهدة.
لحمة القبة زمان هرست مثل المرهم، ما بتطلع طيبة يا ستي. أنا ما عم أحكي على اللحمة، عم أحكي على هالإيدين اللي مثل إيدين الرجال. بك شكرية، شو قصتك أنت؟ أم عبدو؟ لتكون أختك كانت بدها تجيب صبي، وبآخر لحظة غيرت رأيها. شايفة يا ستي شايفة. يا ستي الله يعين اللي بده ياخذك، كل يوم رح ياكل قتل صبح ومساء، هذا إذا لقيتي مين ياخذك. شو هلا شكرية؟ أنا قلت لك بدي لحم مثل مرهم، ما قلت لك بدي هد مطبخ؟ Thank you.
سعيد باشا كبير وزراء سلطنة، لماذا تبطئ على مسؤول أمام جلالتنا؟ العفو من جلالتكم، نحن رهن إشارتكم وطوع بنانكم جلالة السلطان الأعظم. ما أخبر خروض حرب من حلفائنا أنجليز وفرنسيس؟ 5000 تحت مداسكم المفخم دخلت خزينة السلطنة اليوم. شكو زال عفارم سعيد باشا، أنتم أحسن صدر أعظم يحمل أحسن أخبار ويصنع أحسن سياسات. جلالتكم، مسيو توفنيل سفير إمبراطورية فرنسيس في السلطنة يطلب أذونات للأمير عبد القادر الجزائري بالسفر إلى شام شريف. اهتمامات زائدة بإقامة عبد القادر، حوار مغزي في هذه الحكايات. اهتمامات من ذات إمبراطور فرنسيس جلالتكم. ما أرى حلفاء سلطنة في حكومة جلالة المالكة؟ لا اعتراضات جلالتكم، صار اتفاقات بين حكومة فرنسيس وحكومة إنجليز. بركة بركة، إذا حصل اتفاقات نحن ما في معارضات. أرسل إلى عمالنا في ولايات تسهيل إقامة أمير عبد القادر في شام شريف بعد اشتراطات أن لا يعمل تدخلات في سياسات. اسمع سعيد باشا، ناصم والينا سيد سلطان في شام شريف. وامق باشا جلالتكم. وامق باشا، وامق باشا. لا 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 سعيد باشا، لازم تغيرات. حاضر جلالتكم. مرحبا. لا أرى جين معك يا كين. بل هي معي لكنها مترددة في الدخول. لم أسمع بأحد يتردد في الدخول إلى بيته. هيا يا جين، الكل بانتظارك. جين أما صغيرتي، أما كنت أخشى أن أموت قبل أن أراك. لقد كبرت يا صغيرتي شقي. أدويت أخي. أهلا بك في بيتك جين. جين عزيزتي، أخيرا عدت إليك العزيزة. يبدو أن العائلة كانت تخشى عليك من أن تفاجئي بفرق السنين. كم كنت جميلة يا جين، وما زلت. شكرا عزيزي كلم. فليباشر الخدم في تحضير العشاء للأسرة التي لم تجتمع منذ زمن بعيد، فهذا يستحق الاحتفال. بأمرك سيدتي. كم اشتقت لهذا المنزل، سأجول في غرفي قليلا. سأرافقك. لا لا، أرغب أن أكون لوحدي كلم، أريد أن أمتحن ذاكرتي. أمي إدوارد، تيريزا، جين متعبة جدا، الرجاء دعوها بسلام وأعطوها فرصة لتشعر أنها فعلا في بيتها. لا نريد أن نخسرها ثانية. كيلين، أنت تتكلم عن امرأة ناضجة. جين لم تعد طفلة مدللة، ثم أن هناك أمور لا بد من بحثها معها. إدوارد على حق، أنا اللي جين أن تهدأ وأن تدرك أن لها في هذه البلد مصالح ويجب أن تهتم به. أنا أعتقد أن كل هذه الأمور يمكن مناقشتها، ولكن بهدوء وروية. فجين كما قال كين متعبة وبحاجة لأن تشعر بالراحة بين أهلها.
أليس كذلك أدوارد؟ زوجتي العزيزة تيريزا، أنت دائما رقيقة المشاعر، وخاصة مع جين أختي. لا تنسى عزيزي أدوارد أن جين كانت صديقتي منذ الصغر، وكنا في مدرسة داخلية واحدة. وكيف لي أن أنسى؟ أخبريني جين، كيف وجدت إنجلترا بعد هذا الغياب؟ لقد تغيرت عن عهدي بها، إنها تميل للاتزان والرزانة وشيء من الرتابة. أوه أدوارد، لو كنت معي في سوريا ورأيت بأم عينك الحياة في البادية، حياة مثيرة غنية بالأحداث. جين، أريد أن أذكرك بما تملكين في هذا البلد الرزين. لقد ورثت مجموعة من المقتنيات الثمينة وبعض الإقطاعات العائدة لأهل ديكبي، بالإضافة إلى آلاف الجنيهات. لذلك أعتقد أنه عليك أن تكرسي جل اهتمامك لهذه التركة الثمينة. إدوارد يقصد بأن يذكرك بما لديك جان، وأنت حرة التصرف فيما تملكين، وليساعدك الرب. وفر مواعظك للسذج من رعيك كيليم. هدئ مروعك إدوارد، سامحه يا رب. كان عزيزي، لا تدع انصرافك للعبادة ينسيك الأصول التي تنتمي إليها. أشعر أن عائلتي متفرقة رغم أنهم يعيشون تحت سقف واحد. أجلس كالغريبة وأكاد لا أعرف أحدا منهم. جان عزيزتي، حتى الآن لم تسألي عن هربرت ابنك. ابني هربرت، ألا تريدين رؤيته؟ وهل يسمح لي والده بذلك؟ لقد بات يافعا ويستطيع أن يقرر ذلك بنفسه. وبات بالإمكان أيضا أن يعيش معك. أحقا تقولين؟ هربرت يعلم بوصولك اليوم وهو يريد رؤيتك. هل حقا أستطيع أن أرى ابني؟ في أي لحظة؟ كاد لا أصدق. وماذا عن بيرثا ابنتي؟ جين عزيزتي لا تقلقي، إنها في مكان آمن. قل لها الحقيقة يا كيليم. الحقيقة؟ إنها في ميونخ. لماذا ميونخ؟ حيث يوجد مصح للأمراض العقلية.
ليحميها الرب. جين انتظري عزيزتي. ما كان عليك اخبارها؟ ستعرف عاجلا ام اجلا. رجل، يا كن، تمنيت لو أني لم أعرف رجلا سواه. إنه إنسان مفعم بالصدق والشجاعة والطيبة والأخلاق المثالية. مع أنه ليس من ديني، لكنه رجل عظيم بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. إذن أنت سعيدة معه؟ كل السعادة كن، كل السعادة. ليباركك الرب يا جن، يا أختي، ليباركك الرب. كن يا أخي العزيز، أنت أقرب الناس إلى قلبي. يا أخي الصغير، يا أخي الطيب. كفكفي دموعك يا جن، واستعدي للقاء هربرت. يجب أن يراك جميلة كما كنت. أخشى أن يكون قد نسياني. كوني مطمئنة، هربرت يحتفظ سرا برسم لك. هل حقا ما تقول؟ رجاء كفي عن بكاء يا جن. أنا أبكي من فرط السعادة يا كن، وأنت من حقق لي هذه السعادة. هيا يا عزيزتي نكمل عشاءنا، فأنا جائع جدا. إدوارد كي كن. جي جين. أنا واثقة الآن أن هذا لن يحدث. لن يفرقنا بعد الآن إلا الموت يا مجوي. لندعو لجان أن تجد السعادة في المكان الذي اختاره قبلها. يا أهالي الشام الكرام، لكم رأي السلطان المعظم نقل والي بيروت نديم محمود باشا للشام
وآل الشام وامق باشا لبيروت، وكل واحد منهم حاطط تحت باطه دفتر داره. يا جماعة هالسيرة أكبر بكتير من الدفتر دار ولا الكيخ. يا لطيف اللطف تتلطف بعبادك يا رب. أنت عندك شي مهم وعم تخبيه عنا يا آغا؟ حبس المزاد يا ولدي، أنا راح نشري الديون انتاك وربي إن شاء الله يرزقني. الزعمة اللي بمثل مقامك مو عاجبتهم الحكاية، بس الناس الطفرانة والمعترة دارين وراه من مطرح لمطرح. عم يلحقوا؟ آغا الناس إلى حاجات وإلى زمان لا حدا سمع وجعها ولا منشوف تشتكي.